Assalamu alaikum. Today is Friday. I will recite the Asmaul Husna. Askayuka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الأليم القابض الباسط القافز الرافع البويز الوزن السبيل البصير الحكم الأب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليج الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود البجيد الباحث الشئير الحق الوكيل القوير المتين الوالي الحبيب المؤسي المقدير المعين المخلي المبيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القاري المقتدر المؤخر المؤدير التواب الآخر الزالق الباتر الواحد والتعالى مجد التواب المتقي الغفور الرؤوف ما لن جل في رشاد صدق الله العظيم.